من جهته شدد النازح من أهل الموصل القديم الحاج أبو زيدان على أن داعش جاء لتدمير الشعب باسم الدين، بينما قادته لا دين لهم وجلبوا للموصليين الكفر والإلحاد. أبو زيدان أضاف الأخبار الآن أن داعش سعى لتجويع الموصليين ومنعهم من كسب قوت يومهم، بينما يتمتع قادة التنظيم ومقاتلوه بأفضل أنواع الطعام، مشيرا إلى أن الموصليين لن يقبلوا بداعش الذي لا يعرف أي دين. هو داعش يا أخي سوى بينا، جابنا من البلد، موت العالم من الجوع، دمرها دمار، لا شغل لا عمل، اللي يشتغل بيومية عائلته ما منين يجيب، ما أكل لا شغل ولا عمل. هم يأكلون هسه أنواع الأكل يجيهم، وإحنا الله وكل هذه يمكن 20 يوم عايشين على الخبز والحرير، هاي عصيدة والله يا أخي، هذا كفر والحاد، لا يدين بالإسلام ولا يعرفون الإسلام أصلا. هم ما تقول شيء، اللي يصير مسلم يريد يحافظ يسوي له دولة غير يوفي للشعب وشيء، هذا هم جو تدمير الشعب مو لرفات الشعب. الله ينتقم منهم إن شاء الله. والله يا أخي ما حد يريدهم، لا حتى بالجنة ما يريدهم، حتى لو بالجنة لا يقول ما يريد الجنة، احنا نريد النار من ورا هذولا.